يقول: رجل اشترى بطاقة هاتف بمبلغ وقدره 100 ريال، استعملها حتى انتهت 100 وما زالت تعمل، ووصل المبلغ الآن إلى 1000 ريال بسبب خلل قد يكون في البطاقة، هل في ذلك شيء؟ نعم، هذا لا يجوز، لأنه يستعمل شيء ما هو بحق له، عليه أنه يراجع الجهة التي أصدرت البطاقة ويفهمها الذي حصل ويخلص وياهم. نعم.